طيب الأهلاوية، الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية، وأنا مع القرار ده، أنا مع إدارة النادي الأهلي في القرار ده. إحنا عندنا في الوقت الحالي ماتشات كتير، عندنا ضغط مباريات، بطولة أفريقيا، الدوري، الكاس، غير كده السوبر الأفريقي. الأهلي إن هو يشارك في البطولة العربية كده ضغط كبير عليه. الدورة هينتهي إمتى؟ الدورة هينتهي 15 يوليو، 15 يوليو والبطولة العربية هتبدأ 20 يوليو. فإدارة النادي الأهلي بصت لقيت ان مفيش راحه، اللعيبه مش هتاخد راحه بسبب ضغوطات المباريات على لعيبه النادي الاهلي. ده كله هيشكل ضغوطات كبيره على اللعيبه، غير طبعا الاصابات وكميه الاصابات اللي احنا شايفينها من النادي الاهلي. وغير كده كولر عايز يعمل فتره اعداد كويسه للفريق عشان يشوف الاخطاء، عشان يطور من اللعيبه، لان اللعيبه عندها مشاكل في الفينش، عندها مشاكل في الهجمات. فاداره النادي الاهلي خايفه ان هي تدخل لعيبه في البطوله العربيه، ده هيبقى اجهاد كبير على اللعيبه، غير كميه الاصابات اللي احنا هنشوفها، غير الاصابات اللي احنا شايفينها دلوقتي، اصابه احمد عبد القادر، اصابه حسين الشحات، اصابه عمرو السوليه، اصابه بروني سافيو، اصابه كهربا، ده كله ضغط على الاهلي، غير طبعا مباريات الاهلي القادمه ومباريات شديده. فالاهلي محتاج يقلل من البطولات اللي هو داخلها، فعشان كده اعتذر ان هو يشارك في البطوله العربيه، وده احسن قرار اداره النادي الاهلي خليته في الوقت الحالي عشان تشيل الضغط عن اللعيبه وتشيل الاجهاد عن اللعيبه، لان اللعيبه هتبقى عايزه فتره راحه بالنسبه للبطوله العربيه اللي هي تبدا يوم 20. اللعيبه مش هتعرف تاخد فتره راحه. ويلا سلام.